يلا بابا خلينا نقرأ درس العربي، بلش القراءة من هون. يلا. اجتمع مازن وراسي بوجعني. راسك بوجعك؟ من شو راسك بوجعك؟ ما سلامة راسك يا حبيبتي، ايش اجريك بوجعك؟ مش قادر تقف على ركبك؟ يلا بابا خلينا نقرأ ونخلص بالله عليك. يلا مازن بعدين ايش؟ وأبناؤه عمه جوعانة. بابا شو جوعانة بابا؟ مشان الله هسه قبل شوي خلصت غدا، ما احنا بس نقعد نقرا كلمتين بنجوع؟ يلا خلينا نكمل القراءة. يلا. وقرروا أن نحسانة بابا بعدين معك، هلا بنخلص دراسة وبتروحي بتنامي، بس يلا خلينا نخلص. أقرأ لك أنا؟ أنا بدي أقرأ لك. يلا. اجتمع مازن، بابا شو عم بتسوي؟ أنا عم بقرأ لك، من مين بقرأ؟ بقرأ إلي؟ بقرأ للماما أنا عشان إيش مالك؟ بعدين بنلعب وبنضحك، يلا خلينا نقرأ. اجتمع مازن بدي أخلص الرياضة. ايش هو؟ طلع كيف بدي حصة رياضة. شو حصة رياضة بابا؟ بس نخلص الدراسة بنتفرج بنلعب الرياضة، اوكي؟ بابا لازم نقرأ عشان مستوانا ما يتراجع. شو كيف يعني؟ كيف يعني؟ مستوانا بتراجع يعني 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 لما نبطل القراءة بنصير نبطل نعرف نقرأ. بعدين انت ليش بتدخلينا بقصص هسه؟ بالله عليك خلينا نركز. يلا بلا ضحك خلينا نشتغل. يلا يلا. اجتمع مازن وأبناء بعدين مع هالشغلة احنا ما بنقعد نقرا غير جوعانة عطشانة راسي بوجعني. شو مالك؟ شو فيه؟